فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لقريب الميت إذا زاره في المقبرة أن يجلس عنده ويتكلم له ما وقع من حاله وحال أهله؟ لا، لكن يدعو له، سلم عليه ويدعو له جالسا أو واقفا وينصرف. أما أنه يخبره عن ما صنع أهله ويجيب له الأخبار وموجز الأنباء، وما يجوز، ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.